بالعكس معناها وقت اللي تنشرت تصاور معناها دخلت فيهم نوع من البانيك وسارعوا باش يبعدوا الرضيعة على مكان إقامتهم. معناها تمت مداهمة المنزل معناها 4:30 نتاع الصباح ونهارت المرأة اعترفت ودلت على قديش من عرصن مشارك سي سفيان في العملية هذه حسب الأبحاث الأولية؟ مازال ما عندناش تم إيقاف المرأة وزوجها ومعناها كل من سيكشف عنه البحث من بعد باش يتم التعامل معاه في طرق قانون. سي سفيان بالنسبة للمرأة وزوجها عندهم سوابق عدلية ولا محاولة اختطاف ولا حاجة هكا قبل وإلا لا؟ مبدئيا ما عندهم حتى شيء. خدموش بمطلب بربي بأنه حاب ياخذوا بيبي وإلا لا للكفالة؟ والله نجهلها المعلومة هذه ما عندناش أمنيا ما عندناش معلومة هذه يمكن تصل بمصالح نتاع وزارة الشؤون الاجتماعية ولا وزارة المرأة والطفولة. واضح، بارك الله فيك. إذا مازال عندك حاجة تحب تضيفها سي سفيان في الموضوع مرحبا. بارك الله فيكم، احنا على ذمتكم في كل معلومات وكذلك ما يفوتناش وأن معناها نتقدموا الحقيقة هم قاموا بواجبهم لكن كافة أعوان معناها منطقة الأمن الوطني بالساق الجنوبية ما قصروش وتحركوا وظهروا اللي الأمن ديما راهو إن شاء الله معناها قائم بواجبه في خدمة المواطن. بارك الله فيك، شكرا لك على المجهود هذا. بارك الله فيك، شكرا لك سي سفيان زعق نطق رسمي باسم وزارة الداخلية على كل هذه المعطيات. فوالا نردوا بين على صغيراتنا كيما زاد